الحمد لله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بها الجميع في لقائنا لهذا اليوم، اللقاء 12 لمقرر مبادئ الأعمال المصرفية. في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى سنواصل الحديث عما تم التوصل إليه في نهاية اللقاءات الماضية، والمتعلق بموضوع المبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة. ولكن قبل أن نبدأ نود أن نتأكد من أن الصوت مسموع واضح لدى الجميع. الصوت مسموع واضح لدى الجميع، ونعتذر عن التأخير في الدخول لأن لم أستطع حاولت الدخول مرارا، إلا أن النظام كان يعلق معي في كل مرة أدخل يقوم بإخراجي والدخول مرة أخرى. طيب، الموضوع الأخير لهذا المقرر كما ذكرنا المبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة. سنذكر أسباب زيادة الاهتمام بالرقابة المصرفية، وأيضا المبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة. من أهم أسباب زيادة الاهتمام بالرقابة المصرفية ألا وهو زيادة المنافسة، وأيضا التوسع في تقديم الخدمات من قبل البنوك، زيادة التكلفة، وأيضا زيادة حساسية الأموال لتحركات أسعار الفائدة، والثورة التكنولوجية، والزيادة الكبيرة في المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك. ومن المبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة الأهداف والاستقلالية والصلاحيات، وأيضا الشفافية والتعاون، وأيضا عملية تحويل نسبة كبيرة من الملكية مثل الذي تم في بنك الأهلي مؤخرا على سبيل المثال، التركيزات الائتمانية الكبيرة كذلك، وكفاية رأس المال كما ذكرنا أنه لا بد من وجود حد أدنى لرأس المال، عملية إدارة المخاطر، وأيضا مخاطر الائتمان كما وضحنا ذلك في لقاء ماضي. من خلال الرقابة على التطبيق يتضح للمصرف ظهور بعض التغيرات أو المشكلات في العوامل الداخلية أو في البيئة الخارجية التي قد تمنع أو تحد من قدرته على تنفيذ المشروعات الطويلة الأجل أو حتى المشروعات السنوية، مما ينعكس على تحقيق أهدافه. وبذلك لابد للمسؤولين بالمصرف البحث عن البدائل الممكنة، وذلك لاستكمال الاستراتيجية. وعادة الإدارة للمصرف للرقابة الاستراتيجية تتضمن جانبين رئيسيين، جانب بيئة المصرف، وهذا يتضمن بيئة المنظمة الداخلية والبيئة المنظمة الخارجية، وجانب الأداء أو التنفيذ، وهذا يعتبر من ضمن داخل المصرف. وبيئة المصرف الداخلية لا بد من عملية المتابعة، وذلك لمعرفة نقاط القوة وذلك لتعزيزها، وأيضا لا بد من معرفة نقاط الضعف والخلل لإيجاد الحل لمثل هذا الخلل.
أيضا لابد من معرفة الفرص وذلك لانتهازها، ومعرفة التهديدات وذلك لمحاولة التقليل منها. جانب الأداء والتنفيذ داخل المصرف، لابد من معرفة النتائج الفعلية ومقارنتها بالمتوقع، وتحديد الانحرافات في حال وجودها، والمسببات لوجود مثل هذه الانحرافات وكيفية معالجتها. الرقابة الاستراتيجية عادة تقوم بتقييم مدى التقدم الذي تنجزه الإدارة العليا والإدارة التنفيذية في تحقيق أهدافها الرئيسية. والرقابة الإدارية عادة تقوم بتقييم مدى التقدم الذي تنجزه الإدارة في تحقيق الأهداف الخاصة بوحدات الأعمال. والرقابة الاستراتيجية تقوم بتقييم أداء الأفراد والجماعات والإدارات على مستوى التشغيل، وذلك للتأكد من أن التنفيذ اليومي للأنشطة يساير الخطط والأهداف التي سبق وأن تم تحديدها. وعادة هنالك عدد من الخطوات للرقابة الاستراتيجية والإدارية. تبدأ بمراجعة الأسس التي بنيت عليها هذه الاستراتيجية، وفي حال وجود اختلافات جوهرية لابد من اتخاذ القرارات والإجراءات التصحيحية لهذه الاختلافات، ومن ثم قيام بقياس الأداء التنظيمي لما تم خلال فترة زمنية تحدد مسبقا. وفي حال وجود اختلافات لابد من الرجوع واتخاذ قرارات وإجراءات تصحيحية لهذه الإجراءات، ومن ثم الاستمرار في الأنشطة الاستراتيجية. وهنالك 4 خطوات رئيسية للرقابة التشغيلية، ابتداء بوضع المعايير، ومن ثم قياس الأداء، مرورا بمقارنة الأداء بالمعايير، ومن ثم اتخاذ القرار. المعايير مثل الوقت الذي تستغرقه أو يستغرقه البنك مع العميل لإنهاء طلبه من إجراءات العملية التي يطلبها، على سبيل المثال تقديم قرض لهذا العميل. معايير مرتبطة بالإقراض أيضا، ما هي المدد الزمنية التي يتوجب على المقترض ليستغرقها للسداد هذه المديونات التي عليه. أيضا هنالك معايير مرتبطة بالموارد البشرية، ومن ضمنها معدلات الغياب والتأخير لدى الموظفين على سبيل المثال، ومعايير مرتبطة بالأداء المالي مثلا، مثل معدل العائد على الأصول على سبيل المثال، معدل نمو المبيعات، وهكذا. قياس الأداء، لابد من تحديد زمن القياس والاهتمام برقابة الكم والكيف، وأيضا تقرير مدى استخدام نظام الفحوص والرقابة الاستراتيجية. لتحديد زمن القياس لابد أن يكون سابق للعملية،
ومواكبا للعملية وأيضا لاحقا للعملية، وذلك لتحديد انحرافات في حال وجودها ومن ثم تصحيحها. لاتخاذ الإجراءات التصحيحية كما ذكرنا لا بد من تحديد أسباب الانحرافات أو الخلل الذي وجد عند مقارنة المنفذ فعلا مع ما سبق وأن خطط له، ومن ثم اتخاذ الإجراء التصحيحي، وذلك لتفادي ذلك الخطأ والانحراف في الأعوام أو في الأيام أو الأسابيع القادمة. هذا كل ما يتعلق بالرقابة واضح يا إخوان. معلش هذا النظام اليوم للأسف في خلل في النظام. طيب يا إخوان، هذا كل ما يتعلق بموضوعنا لهذا اليوم والمتعلق بالمبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة، ونترك المجال الآن لكم طرح ما لديكم من أسئلة قبل أن نقوم بطرح الكويزات التي سبق وأن وعدتكم بها خلال هذا اليوم. فمن لديه أي سؤال يتعلق بالمقرر بشكل عام فليتفضل قبل أن نطرح الكويز. لا، التشغيلية تختلف عن الاستراتيجية كما ذكرناه ووضحنا ذلك. أحد عنده أي سؤال؟ تفضل يا أمال، اللي عنده سؤال يتفضل. تحويل نسبة الملكية بمعنى الخصخصة، خصخصة البنك نفسه مثل ما عمل في البنك الأهلي، أي بيع جزء منه للجمهور العام بشكل أسهم. الرقابة الاستراتيجية للبنك. معايير الإقراض، نعم، كما وضحناها فيما يتعلق بالفترة الزمنية للمقرض والمقترض كذلك، كم المدة التي يلزم، وأيضا متى سيتم السداد وخلال كم. طيب تفضل يا أخت أمال، اسألي مرة ثانية ما يضر. الآن نعطيكم إن شاء الله الكوزات أخوي عبد الله. نعم، هنالك مسائل في الاختبار قد تصل إلى من 10 إلى 15 سؤال. نعم، تخصص محاسبة هو نفسه للإدارة. أربعين سؤال، عدد الأسئلة 40 سؤال. تحويل نسبة الملكية كما ذكرنا أخت انتصار
هي ضيع جزء من المصرف للجمهور العام بشكل أسهم، وذلك لا تنحصر ملكية ذلك المصرف لجهة واحدة، وإنما أيضا ليكون هنالك رقابة على عمل ذلك المصرف بشكل تام. أخي قلنا لك عبد الله طويان، ذكرنا ذلك، سنعطيك هذه الأسئلة الآن إن شاء الله. أخوان لا تعيد الأسئلة، خلاص جاوبنا عليه، ليش ترجع تعيده مرة ثانية؟ نعم اختصارها موحدة بينكم وبين قسم المحاسبة، 40 سؤال. أخوي عبد الله الله يوفقك، جاوبنا على سؤالك أخوي عبد الله طويان، جاوبنا عليه 3 4 مرات. طيب لعلنا نطرح الكوزات، نبدأ أولا بالكوز الأول. وهو عبارة عن 3 أسئلة، الآن أمامكم، نامل من الجميع الإجابة عليه في الوقت المحدد المتعلق بالتسعير المصرفي. الكوز أمامكم الآن، نامل من الجميع الإجابة عليه في الوقت المحدد. ذكرنا يا أخت مرام بأن بطاقات الائتمان تختلف عن بطاقات الخصم. بطاقة الائتمان من الممكن أن تقوم بالشراء عن طريقها بدون أن يكون لديك رصيد في الحساب الجاري أي على الحساب. تقوم بشراء مثلا جهاز إلكتروني بقيمة 4000 5000 على سبيل المثال، ومن ثم تقوم بالسداد لاحقا للبنك لهذه القيمة. بينما بطاقة الخصم اللي هي بطاقة الصراف العادية لا تستطيع ذلك، وإنما تستطيع في حدود الرصيد المتوفر لديك في الحساب. واضح؟ لا، المقصود بأشباه النقود عمليات توليد، النقود اللي وضحناه انك الآن يتم الإيداع لدى البنك ب100 ألف ريال مثلا، ال100 ألف ريال بعد استقطاع الاحتياطي النظامي يستطيع البنك إقراضه للغير. المقترض هذا من الممكن أن يضع جزء منه لدى البنك، ومن ثم البنك يقوم باستخدامه مرة أخرى وهكذا، وهذا يعتبر من ضمن أشباه النقود. نعم، بطاقات الائتمان أغلب البنوك لا تمكن أو تمكنه، ولكنها قد تحسب عليه فوائد في حال أن قام بعملية السحب نقدا عن طريق الصراف الآلي. طيب نرجع للكوز يا اخوان.
في السؤال الأول يقول: من أهداف التسعير المصرفي المرتبطة بالتعامل، هل هو تعظيم العائد على الاستثمار أم تعظيم الأرباح أم تحقيق أكبر حصة سوقية من السوق المصرفي؟ الأول والثاني معتمد بالأرباح، بينما الثالث يعتبر من أهداف التسعير المصرفي المرتبطة بالتعامل، وبالتالي الإجابة الصحيحة هي الاختيار الثالث. يقول: أحد الأساليب المستندة لتحليل التعامل مع العميل لتسعير الخدمات المصرفية تحليل ربحية العميل، مدى صحة هذه العبارة؟ هذه العبارة صحيحة. السؤال الثالث يقول: أحد الخدمات الائتمانية التي تقدمها البنوك، هل هي الإيداع والسحب النقدي أم الاعتمادات المستندية أم الشيكات ومعاملاتها؟ الاعتمادات المستندية. وإليكم الإجابات النموذجية لهذه الأسئلة. واضح؟ طيب، لعلنا نطرح الكوز الآخر. هذا الكوز الثاني أمامكم الآن، آمل من الجميع الإجابة عليه في الوقت المحدد. شكرا أخت انتصار. نعم، المادة ممتعة لمن تابع معنا من البداية، ولمن لم يتابع عليه الاستماع للقاءات الحية مرة أخرى، وسيستمتع بالمادة بشكل صحيح، ولا سيما أن المادة عملية، حتى لو كان فيها جزء نظري إلا أنها عملية، يعني جميع الأشخاص يمارسون كثير من المعاملات التي قمنا بشرحها خلال اللقاءات الماضية. الكوز أمامكم، نأمل من الجميع الإجابة عليه في الوقت المحدد يا إخوان. بعض من المسائل قد تكون نظري بشكل نظري، وقد تكون أرقام. نعم أخت حنان، نعم صحيح. طيب، الكوز الثاني نقوم بمراجعته مع بعضنا البعض ومناقشته. ذكر في السؤال الأول يكون: أحد الأساليب المحاسبية في تسعير الخدمات المصرفية، هل هو، ركز معي يا إخوان، الأساليب المستندة لارتفاع رصيد القروض، ولا الأساليب المستندة لأرباح بيع الأصول الثابتة، أم الأساليب المستندة للتكلفة؟ طبعا الإجابة الصحيحة المستندة للتكلفة. السؤال الثاني يقول: المخاطر التي تواجه منشأة معينة، وسيأتيكم مثل هذا السؤال، سواء هذا السؤال أو السؤال الآخر المتعلق ب المخاطر المنتظمة. واضح؟ المخاطر التي تواجه منشأة معينة نتيجة لخصائص وظروف تلك المنشأة، هل هي مخاطر عامة ولا مخاطر غير منتظمة ولا مخاطر منتظمة؟ المخاطر المنتظمة والمخاطر العامة هي نفس المعنى، ولكن بكلمة أو مصطلح مختلف. فالإجابة الصحيحة هنا تكون مخاطر غير منتظمة. واضح؟ السؤال الثالث والأخير: يتم تقسيم الخزينة في البنك التجاري إلى، كما ذكرناه اليوم ووضحنا ذلك، هل هو قسمين ولا 4 أقسام ولا 5 أقسام؟ ذكرناها قسمين: رئيسية وفرعية. واضح؟ وإليكم هذه الإجابات لهذه الأسئلة. يمكن هنا ركوز أخير اليوم.
طيب الكوز الثالث والأخير المتعلق بمحاضرة اليوم تقريبا، إليكم الكوز، وآمل من الجميع الإجابة عليه في الوقت المحدد يا أخوان جميعا. الكوز الآن أمامكم وهو عبارة عن 3 أسئلة. لاحظ السؤال الأول كيف جاء، قد تحتاجون إلى آلة حاسبة، هو مسموح لكم بأخذها، مسموح لكم بإدخال الآلة الحاسبة في الاختبار. لا يحضرني كم سؤال عملي، ولكن هنالك عدد من الأسئلة العملية قد تصل من 10 إلى 15 عملي أو تزيد عن ذلك، لا يحضرني الآن. آمل من الجميع المشاركة في حل الكوز لأهميته، ونوضح أهمية يا أخوان، أهمية الكوزات والتكليفات الذاتية كما ذكرنا مهمة، وكل ما ذكر في منتدى التدارس. نأمل من الجميع الاطلاع عليه، التكليفات الذاتية والكوزات، وأيضا إعادة الاستماع لمن فاته اللقاءات الحية. طيب لعلنا نناقش الأسئلة مع بعضنا البعض. يقول في السؤال الأول، أركز في السؤال الأول هنا، يقول رصيد النقدية في نهاية اليوم يساوي العهدة المستلمة في أول اليوم ناقص مجموع النقدية الصادرة المدفوعة، مدى صحة هذه العبارة؟ هذه العبارة إيش؟ صحيحة. طيب لو ذكر لك مجموع النقدية المستلمة المقبوضة، مش تقول العبارة إيش؟ خطأ. واضح؟ أحسنتم، وضحت الآن. السؤال الثاني يقول من أسباب زيادة الاهتمام بالرقابة المصرفية، ذكر لنا زيادة المنافسة، توسع في تقديم الخدمات، وزيادة التكلفة، أو كل ما ذكر على صحيح. والإجابة الصحيحة هنا أنه كل ما ذكر على صحيح، ونوهنا عن ذلك في اللقاء الماضي أنه لن يكون هنالك أسئلة بمثل هذا الحال، أي أنه لن يكون ضمن الاختيارات كل ما ذكر على صحيح أو لا شيء مما ذكر، وإنما لا بد من أن يكون هنالك إجابة محددة. السؤال الثالث والأخير لهذا اللقاء، مجموع استثمارات تسمى، هل هي حساب ولا حقيبة استثمارية ولا تقرير سنوي، حقيبة أو محفظة استثمارية؟ الإجابة الصحيحة حقيبة أو محفظة استثمارية، وهذه الإجابات النموذجية لهذه الأسئلة الآن أمامكم. طيب أي سؤال قبل أن نختم هذه اللقاءات؟ لا شيء مما سبق لن تأتيكم أبدا، لا شيء مما سبق، لا ذكرنا لكم لا بد من وجود إجابة صريحة. أحد عنده أي سؤال يا أخوان؟ أي أسئلة أخرى؟ أي سؤال؟ أغلقت الكوز الأول، لن أتمكن من إعادة فتحه لأنه ما يفتح معي إلا مرة واحدة، بدي أسأل عن الكوز، لن أستطيع فتحه مرة أخرى لأنه أغلق.
طيب أتمنى للجميع دوام التوفيق في الدارين، وسعدت باللقاء بكم خلال اللقاءات الماضية على مدار هذا الفصل، متمنيا للجميع دوام التوفيق في الدارين. هذا صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.